آخر سورة الحشر صفات الرحمن، لاحظي في ختامها قال يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللي يقرأ القرآن بخشوع ينزل على همه ويزيله، ينزل على مرضه ويزيله، ينزل على فقره ويزيله، لكن اقرأ القرآن بخشوع ثم تأمل. هو الله، الله علم على الباري جل وعلا، الاسم الذي تتبعه كل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الملك القدوس. لذلك يعلمنا الله كيف ندعوه. إذا أردت أن تدعو الله ويفتح لك الأبواب بالإجابة فادعوه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني لا تقول يا رب، يا منان، يا وهاب، يا حي، يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا شافي الأسقام، يا سامع الشكوى، يا بر، يا رحيم، يا ملك، يا قدوس، يا رب فرج هم المهمومين. اللهم آمين. أفضل من أن تقول اللهم فرج هم المهمومين. لماذا تعجل؟ لماذا نعجل؟ ولذلك الآن تبي رزق قل يا رزاق، يا رزاق. تريد جود يا جواد، تريد كرم يا كريم، تريد رحمة يا رحمن. ولذلك دائما إذا رأيت الإنسان يعظم الله هذا يعرفه، وإذا كان يعرفه يفرج الله كربه. أحد الصحابة كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم دعا، قال من دعا بها؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وما نبي نستعجل في الدعاء، وعظم ربي. لماذا في الركوع نعظم الله وفي السجود ندعوه؟ تمهيد، تمهيد، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح.